يلعب دورا كبيرا متعدد الاوجه كرجل اعمال وتنميه وامراض وكمحرك مهم في الشراكه بين السعوديه وبين اليمن السعيد الذي تربطه به ليس اهتمامات الاستثمار والاعمار وحسب بل تشده اليه اواصر النسب والتقليد والثقافه. حقق نجاحا مشهودا في مجال الاعمال وهو احد ابرز المستثمرين في المملكه في القطاعات الاستشارات الهندسيه والمقاولات والصناعه والتجاره والاتصالات، وهو من اكبر المستثمرين في حضرموت وينفذ مشاريع اثريه وسياحيه ضخمه. يبذل اهتماما كبيرا بشؤون المجتمع وبقضايا التنميه والثقافه والعلوم، وهو هذا يبدو من حرصه القوي للحفاظ على الارث الحضاري، ويشهد على ذلك حرصه على تمويل كراسي ابحاث متعدده في الجامعات. يسر منتدى الاقتصاد والاعمال العربي ان يكرم سعاده المهندس الشيخ عبد الله بقشان. Thank you.